استعراض مسقط الدولي في دورته 28 للكتاب سيقام في حفل الافتتاح يوم الأربعاء 21 فبراير الساعة 7 مساء تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري الموقر وزير الأوقاف والشؤون الدينية. وضيف شرف المعرض لهذا العام محافظة الظاهرة، وسيكون لها جناح وسيكون هناك فعاليات مختلفة تعكس تاريخ المحافظة ودورها وما تزخر به من معارف وعادات وخلافه.